لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال إمامنا ومقتدانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه. طيب هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. ما هي خصائص مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه جميعا؟ هنا أيها المؤمنون، وقبل أن نخوض في هذه الخصائص، لا بد أن نتعرف على فكر الإمام الصادق عليه السلام، لنتعرف على الأساس الذي صب عليه الإمام مدرسته. شلون كون المدرسة؟ وليش هذه المدرسة أقوى مدرسة إلى يومنا هذا؟ شنو الأسباب؟ لو أردنا أيها الإخوة أن ننظر، لاحظنا أن القادة والعظماء دائما يضعون مخططات استراتيجية يصلون إلى الأهداف الموضوعة المرجوة خلال مدد زمنية. والإمام الصادق عليه السلام لا شك ولا ريب أنه لم يكن عشوائيا لا في علمه ولا في تنظيمه ولا في تخطيطه لاستمرارية الرسالة والدين من خلال الفكر وهذه المدرسة. فما هي المكونات قبل ما نروح إلى الخصائص؟ ما هي المكونات أو الأسباب التي صاغت خصائص المدرسة الجعفرية؟ خلينا نتناولها. الأمر الأول الانفتاح الثقافي. الانفتاح الثقافي دخل على الإسلام بأمور وبمفاهيم مغلوطة وخاطئة. كان من أبرز إفرازاته وجود بعض هذه المفاهيم المغلوطة التي تغلغلت في المجتمع الإسلامي وأثرت على أفراده، وصارت الكثير من هذه شوشر على بعض المفاهيم كالمفاهيم المتعلقة بالتوحيد، بالذات الإلهية، التقسيم، الجبر والتفوير، وحتى التقية بمفهومها العلمي المقنن الموسع لم تكون بتلك الطريقة إلا في عهد الإمام الصادق عليه السلام. أنا ما أقول لك أن هذه التقية موجودة، لا، التقية موجودة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قبل أن تكون مبدأ شرعي هي مبدأ عقلاء، العقل هو اللي يحكم بها ويؤمن بها قبل أن تكون مبدأ شرعي. لكن ما نريد أن نصل إليه في هذه النقطة أيها الأحبة، أن هذا الانفتاح الثقافي صار انفتاح على مصراعيه، جعل الإمام الصادق عليه السلام يضع مدرسته وفق خصائص معينة ليستوعب ذلك كله. المدرسة الصادقية أول من بدأ هي مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله، دثرت في عهد الإمام الحسين صلوات الله عليه، في عهد الحسن كان الأمويون سلطوا الأضواء على هذه المدرسة، حاولوا أن يمحوها من على جديد الأمر. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه انتصر أول انتصار على بني أمية أنه أسس هذه المدرسة،
إجا الإمام الباقر وضع اللبنات، وضع المكونات الأساسية لهذه المدرسة. إجا الإمام الصادق عند مدرسة شبه جاهزة، تفجر العلوم المحمدية فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحاجة الماسة عند المسلمين إلى العلم، إلى الجانب العلمي، بين قوسين نسميها الجهل. شوف أنت لما أن ترى الثقافات الغريبة تتغلغل في مجتمع من المجتمعات، فاعلم أنها دخلت من قوة الجهل. الجهل مادة سلبية، الأمة التي تعيش الجهل هذه معرضة إلى الغزوات الفكرية، الغزوات الثقافية، ولذلك تشوف بعض المجتمعات غزتهم الثقافات الغريبة في السلوك وفي العقائد وفي العلاقات وفي الشكل وفي اللباس وفي كل شيء. حتى على أيامنا هذه موجودة، تدخل في مجمع من المجمعات على سبيل المثال، وإذا تشوف أحد الشباب شحالاته، وإذا بتشوف إذا مشى شوية، إذا بتشوف هذا الملابس الداخلية تطلع من هذا الثوب أو من هذا البنطلون اللي لابسنا، توقف تقول له أبو الشباب ترى بنطلون خالص، يقول لك إيش فهمك أنت ما تفهم شيء في الحمل. هذا التميز، هذه الثقافة الجديدة، هذه لابد الإنسان يتماشى وياها. خليك بثوبك ببلاويك، يلا اطلع عنا خلينا. هذا الجهل اللي يقول والله لابس داخلية تطلعها، شلون يعني شلون تقبلها على نفسك؟ تستانس فيها صادق؟ هل هذه ثقافة؟ هل هذه ثقافة الإسلام؟ هل هذه ثقافة النبي العظيم صلوات الله عليه؟ هل هذه ثقافة أهل البيت؟ لا 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 لا. لذلك الإمام الصادق وجد أن المجتمع بحاجة ماسة إلى أن يقوى من الجوانب العلمية العقائدية السلوكية الدينية الثقافية، لأن المجتمع المحصن من هذه الجوانب كلها من الصعب جدا أن تتغلغل إليه الثقافات الغريبة. نعم نعم أخي. الأمر الثاني، استخدام الأنظمة الحاكمة إلى العينات الشرعية الدينية، وهذه من أخطر الأسباب وأقوى الأسباب. شلون؟ نظام بني أمية ونظام بني العباس استخدموا بعض الفقهاء، خلينا نسميهم اصطلاحا يعني العلماء المشايخ، لكي يمرروا السياسات والمفاهيم في أوساط المجتمع. أنت على سبيل المثال شريح القاضي، هذا لا يمكن لأحد أن يشكك في علمه، فقيه من الفقهاء، عالم كبير، لكن معاين أبي سفيان اشتراه بالمال، صار في صف السلطة الأموية، وأصدر على لسانه أخطر فتوة وأعظم فتوة على وجه الأرض، يحمل أوزارها إلى يوم القيامة. الحسين خرج عن حده يقتل بسيفه جد على لسانه، وهو فقيه من الفقهاء. قضية روية مسلم بن عقيل، سلم هاني بن عروة، استغفر الله، سلم هاني بن عروة إلى ابن زياد وأفتى فتوى بعد على القصر، كذلك يتحمل هذا الذنب من هو الإمام صلوات الله عليه، وأراد أن يضع حدودا سواتر لكي لا تتكرر هذه النماذج. تقول لي لا موجودة، أخي صحيح في كل زمان وفي كل مكان، وعار السلاطين الذين يلعقون من أواني السلاطين موجودين في كل زمان ومكان، موجودون علماء عليهم عمائم عليهم هذا الشيء، ومع ذلك تراهم يلعقون ما يرميه عليهم السلطان، ويلعقون مستانسين فتات الدنيا. لا اله الا الله. الامام الصادق لذلك اختار الثوره العلميه بدل الثوره المسلحه الذي كان من اهم الداعين اليها. من هو؟ ابو مسلم الخراساني، وكان من جنودها ابو حنيفه النعمان. الإمام الصادق يقول إذا أنا طلعت الناس إلى الثورة بالسلاح وهم لا يفتهمون شيء بدينهم ولا يفتهمون شيء من العلم، فإن هؤلاء من السهل أن يشتروهم بالأموال وخلاص انتهى الأمر. الرابع والأخير في الجانب المكونات أو الأسباب، وصية الإمام الباقر عليه السلام إلى ولده الصادق بأن يهتم بخصوص شيعته. لذلك تشوف عند الإمام الصادق الكثير من الأصحاب لا عد ولا حصر إليهم. الإمام علي عند أصحاب صلوات الله عليه يعدون على أصابع اليد. الإمام الباقر، الإمام الصادق صلوات الله عليه لا عد ولا حصر إليهم، مو فقط من الشيعة، حتى من العامة موجودين نهلوا من هذه المدرسة كالسكوني على سبيل المثال وغيره. خلينا المكونات أو الأسباب التي صارت خصائص المدرسة الصادقية
وهي الانفتاح الثقافي. الجهل ثانيا، استخدام الأنظمة إلى العينات الشرعية ثالثا، ورابعا وصية الإمام الباقر بالاهتمام بخاصية خصوصا. ما هي خصائص المدرسة؟ الخاصية الأولى هي المنهجية. الإمام الصادق عليه السلام وضع منهجية في مدرسته يعرف بها وتعرف بها المدرسة الهاشمية العلوية الجعفرية. الإمام الصادق صلوات الله عليه لما أن ينقل الحديث أو يتحدث يقول عن أبيه محمد الباقر صلوات الله عليه، عن زين، عن أبيه زين العابدين عليه السلام، عن أبيه الحسين عليه السلام أو عمه الحسن عليه السلام، عن أبيهما علي بن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيرا عن الله تبارك وتعالى. إليش الإمام يريد يقول أن علمي هو من علم أبي، من علم رسول الله، من علم الله تبارك وتعالى؟ لأن النظام العباسي بدأ بالتحرك بصورة خطيرة في التحريف الديني، إن صح لنا تحريف الدين، على يد أبي حنيفة النعمان. هو اللي قال هذه المؤامرة لكي يضرب المدرسة الجعفرية، وظهرت الكثير من الفتاوى من الأمور الغريبة على المجتمع الإسلامي. صحيح ما ظهرت في عهد الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق كانت مدرسته بالقوة لتتصدى لهذه الأمور كلها، وعند من التلاميذ من العلماء من الفقهاء طلعت بعدين شوية شوية. أجيب لك مثال، هذه مؤامرة حاكها أبو حنيفة من ذلك الزمن، وبدأت تظهر مثل هذه الأيام قضية أرضاع الكبير. اي والله ما راح يستحي يتكلم بها، لكن هذا ابو حنيفه النعمان هو اللي بداها ورفضها الناس لانعدام المنهجيه والعدام المصداقيه. خصوصا تخيل يا اخي ان هذه المساله كانت متصله بمن؟ على يد ابو حنيفه، متصله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله؟ ليش انت الناس تبينوا على النبي صلى الله عليه وآله إلا بسبب هؤلاء العلماء، هؤلاء الفقهاء اللي سموه؟ نعم مولانا، كثير من الأمور المستغربة بدأت تظهر، ولكن المدرسة الجعفرية كان الإمام لها بالمرصاد. مخي الأمر الثاني، الخاصية الثانية والأخيرة نتكلم بها في هذا الجانب، المادة العلمية المطروحة. المادة العلمية المطروحة، كثير من العلوم موجودة في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، لكن بالنسبة إلى العلوم الإسلامية الدينية كانت علوم واضحة رصينة لا تجعل مجالا للشك فيها. أجيب لك مثال من تلميذ من تلامذة الإمام، قضية البهلول ويا أبو حنيفة معروفة. هذا البهلول ما كان مجنون ولم يكن يوما مجنونا، البهلول من أصحاب الإمام من الفقهاء العظماء. شو اللي صار؟ المنصور الدوانيقي استدعاه لكي يجعله معه في بلاط السلطان حتى يمر تحت الفتاوى، فشاف امامه خيارين، ان رفض شال راسه من على جسده، وان قبل خسر الدنيا والاخره. قال شو اسوي؟ اسوي روحي مجنون، انتهى الموضوع. وضيع كم يوم اكو هذا البهلول يطلع في الشوارع يمزق الملابس ويمشي مع الاطفال ويرمي عليهم الحجاره، واذا بالجلاوز اجوا الى المنصور، يا منصور لقد جن البهلول. ضحك المنصور قال والله ما به من جنه ولكنه فر بجنه. هذا ابو حنيفه كان ويا ربعه تلامذته يعطيهم من الحكي الزين، يعطيهم من الفتاوى ويتكلم وياهم ويناقشونه. كان يتكلم عن عذاب ابليس عليه السلام، يقول هذا ابليس ما يعذب بالنار، فان الشيء لا يؤثر في جنسه، يعني النار تعذب بالنار، شلون يعني؟ بيقول الى تلامذته لا يمكن ان يؤمن الانسان بما لا يراه. وهو يتكلم في هذا السياق، هذا المهم شاف حجر مرمي على الارض، اخذ الحجر ورماه بقوه فصك به وجه ابو حنيفه، ابا حنيفه، وجاك الدم يسرح عليه. جو تلامذته يبون يصيدوا البهلول، هذا لا فر البهلول. اجى ابو حنيفه الى المنصور، قال له ترضى فقيهكم يطرح وامام الناس؟ قال له لا يرضى. من الذي فعل هذا العمل؟ قال هو البهلول. قال للشرطه جيبوا البهلول. جابوا البهلول، امتثل امام المنصور، قال له اضربت ابا حنيفه بالحجر؟ قال له بلى ضربته. ليش تضربه يا بهلول؟ قال ضربته لسبب. ابو حنيفه يقول ان الشيء لا يؤثر في جنسه،
وأسألك يا خليفة المسلمين، هذا الحجر مما تكون من شنو؟ قال له من التراب. والإنسان مما خلق مما؟ قال له خلق من التراب. قال فليقنعني أبا حنيفة بأن التراب أثر التراب. شلون يعني؟ هاي حجر هو تراب التراب. تبسم المنصور. قال له بعد عندي موضوع ثاني بعد. يقول أبو حنيفة أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن بما لا يرى. أسأل أبا أسألك يا أبو حنيفة، فيك ألم لو لا تألمك الضربة؟ قال توجعني كثير بعد، مو بس تألمني، مو ضربة هي ضربتني بها. قال لي أريدك أن تقنعني الحين. أنت تقول الإنسان ما يؤمن بما لا يرى، أتؤمن بما فيك من ألم؟ شلون تقنعني أن فيك ألم وأنا ما أشوف الألم ولا ترى أنت الألم؟ قال المنصور إلى أبو حنيفة خليه يرفع رأسه من السماء وأطرحك وياه. هذا تلميذ من تلامذة الإمام، شبالك بفكر الإمام الصادق صلوات الله عليه. لذلك بنو العباس المنصور عليه اللعنة ارتأى رأيه أن يعذب الإمام أولا. شوف سبع مرار يأتي بالإمام صلوات الله عليه ويمتثل أمام حافر القدمين حاسر الرأس ويوصل الركبان يقول لهم إذا مررتم ورجعتم بجعفر فإذا رأيتم أكمة. شوف الأكمة لما تركب عليه يركب عليها الجمل لتأذي الراكبة، فاركبوا بها على على كل واد مروا به على كل واد وكل أذيئة أثمة وتلعى. مروا عليه يريد يقتل الإمام صلوات الله عليه ويأمر الجلاوز بأن يضرموا النيران في عنز الإمام. كان في بيت الإمام شير إلى بالنيران تلتهب في ذلك المنزل العلوي. فرت النساء، صرخت النساء، الأطفال التموا أهل المدينة وأطفأوا تلك النار المشومة. وإذا بالإمام يجلس على عتبة الباب من الخارج واضع راسه بين ركبتيه. يجوا يا أصحاب سيد مولانا، هذه مو أول غلامة. رفع الإمام رأسه وهو يكفكف دموعه بكم يكفكف دموعه، يقول ما بكيت لهذه النار، أنا موجود وجيت إلى نسائي وطمنتهم وطمنت الأطفال ولما شافوني هدأنا النسوة. أنا أبكي على النار التي شبت في خيم عمتي زينب. إيش حال زينب؟ حسين مرمي على البوغاء، العباس مرمي على البوغاء، وعدها علي بالخيمة، وعدها نساء، وعدها أطفال، مروعات، يتمات، مقتولة كل رجالهم، وبعد نيران ترتدي بعد الوقت. الإمام يبكي على عمة زينب، إلى أن اقتضى رأي المنصور أن يبس إليه ذلك السم النقي، مألم الإمام صلوات الله عليه. فلما الإمام صلوات الله عليه مزعوا قلب إمامنا إلى هذه الليلة التي يقبر فيها. سرسوم في جميع أنحاء بدنه يمد لدى يقبض أخرى عظم الله لكم الأجر. فلما حان الأجل قال لابن الكعبين إلي إلي يا منى. جاء الإمام أخذ والده إلى حجره وهو يتبايع يمينا وشمالا، أوصى عليه بوصايا قال له بني إذا أنا مت غسلني واحملوني وادفنوني إلى جوار جدي الحسن عظم الله لكم الأيد. قال له بني أرجعني على فراشي، أرجعه على فراشي وعند اعتبار الموت مد رجليه
فرش بلدي أطبق ألقى نظرة على العائلة مناديا في أمان الله في دعة الله الله وخلفتي عليكم من بعدي عظم الله لكم الأشياء الآلي في إمامكم في قائد مذهبكم غمض عينيه أطبق أفاه وفاضت نفسه الزكية رحم الله من نادى إماما شرع الإمام في تغسيل في تكفين والده فلما أن كفنه الولد يغسل الوالد صعب على قلبك إمام سيدي ومولاي لا الأحبة إذا دخل بالحبيب المقتصد خلوهم بالخارج ما يريد لنوع قلوبهم وضعه على سريره ونادى يا شيعة أمير المؤمنين هلموا وارفعوا إمامكم إلى مثواه وادعوا إمامكم زعيمكم والله بدر الشريعة شيعا جمل عشيرة بدموع أعلام سود تلوح ودامع غزير تمت النسوة يعزون فاطمة الزهراء شلب نعشان البقيع عشبال وسباع والله حاطت النسوة بقبر مكسورة الأضلاع سمع الرنين من البتولة باطن القاع نادي خلق الوان شعب قلبه بزفير كشف العيد عني أبطلع لابني اليوم مزعوا قلبي مثل خلقه حر يسمون وأنا يشيع في عزاء جدا المظلوم أبجي على الليب كربلا جثة استنى الإمام تلك الجنازة
مددها في القبر كشف عن وجهه قبل أبوه رش القبر بدموعه. لكن أقول لسيدي ومولاي المعذرة إلى الله وإليك سيدي صاحب الزمان قاسي على قلبك العجيب، لكن أقول لك سيدي ومولاي وضعت الوالد الحنون قبلته في واسعة زي العابدين وضع أبوه في قبره أشلاء يملن على بعضها البعض. ايش سوى زين العابدين؟ شن تلك الأشياء ونادى أبو حسين يا أمان الله نزل مب عفرته ومن القلب غاه لا شاف طعنا جثته ولا عاين الشهر ولا شال حرباه من جسد شلع عن الشح لا عاين من الخيل أضلاعك شيه الله يساعد قلب أبو محمد السجى من عاد لحين والد ويدفن الأجه سبعين جثة لدفنها كون لولا بقبور ناس وناس حطهم بالعفن. الإمام شلون حط أبوه المسلم؟ خليني إياك بيت واحد وبعدين أعرج على زينب في كم بيت وأسألكم الدعاء مأجور مأجور. شلون حط أبوه؟ أقول لك يا أبو أمير شيخ العشيم باري جثة لا رأس حتى وعلى صدر الطفل محمود الفارس والله ولم الشريعة لحد جنازة العباس الجاسم وأخوانه إمام الصادق يبكي على عمته زينب يقول حرق خيمها وفرت من خيمها أقول له سيدي ومولاي مو بس حرق خيمها زينب شافت المصائب زينب الخيم يحرقون وهي تسمع وليم الحسين على أرضك التفتت إلى سكينة تقول إلها سكينة بنية أتسمعين هذا الأمين من البوضاء جاي إلا من صور المعركة؟ قالت إنها بلا يا عم ما عرفت هذا الأمين ما هذا أمين أبي الحسين يا عم يا الله أقرأ لك هاي الأبيات وأسألكم الدعاء لأبيات الدعاء أبيات الحق حقة المؤمنين رحمك الله يا ملا عطية اسمع شي يقول ملا عطية هل وليت في التحشان شنها المظلوم شبه ونة المظلوم أظن مصيم ومخطوم ما يقدر ولينا يقوه شبه ونة ابن أمي أظن مصاب يسكن تقرأ سمعينا وظنا بالحشاش انصاب يا عم بسهمش فرنيت والحرام طلعن وياها وبصد الحومة لقنا نوسد التربان خده وعلي ونصفت دمومة اش حال عزيزة الزهراء بهالساعة المشرمة وليها مأيسة منا حريم مقشرة شو تسوي يا أبو يوسف زينة قال وحدها
تحشب جروحا وعليها باعت العشبة. يا ويل شمت بنحرة تصيح وتجلب العشرة. اسمع ما تتميز التعنى عسى عين العمى خويا وعسى ما عشت له. بأبي جعفر لك مصيبة ضيما من أمي تشيب رأس الشباب. يا الله يا الله إلهي بغربة إمامنا الصادق بملامته فرج عنا فرجا عاجلا. يا الله اللهم اشف كل مريض فك القيد كل أسير. يا الله اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. الإخوة الحاضرون فردا فردا المسلمون بهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تعوقه عنايتهم ونحن وإياهم. يا الله يا الله يهدى ثواب هذا المجلس أيها الأحبة لروح الحاج منصور العريبي وزوجته أم عباس إلى لحيهما وروح الشهيد الذي أودع له القبر هذا اليوم روح المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات على محمد.